أبناء الأعزاء، دي المحاضرة التانية في مادة نظم تشغيل الحاسب. هنستعرض في المحاضرة دي العمليات الحسابية اللي هي الأنظمة الأرقام. أول جزء لازم تبقى في حاجة اسمها الكومبلمنتس أو المكملات. المكملات عندي نوعين، في مكمل الأساس للنظام العشري بيسمى إنس كومبلمنت، الـ إن دي رقم النظام، حيث أن إن هي النظام المستقبل، وفي مكمل أساس للرقم مطروح منه واحد اللي بيسمى إن ماينس 1 كومبلمنت. هنشوف دي معناها إيه ودي معناها إيه. بالنسبة للنظام العشري، أساس النظام العشري الرادك بتاعه الـ إن بتاعه 10، أكبر رقم في هذا النظام 9، مكمل أساسي الـ إنس كومبلمنت اسمه تنس كومبلمنت، المكمل عشان أجيب الـ 10. يبقى الرقم 1 عشان اوصل له 10 يبقى مكمله العشر 9، الرقم 2 مكمله العشر 8 وهكذا. والشرط في ايجاد المكمل العشر هو ان الرقم زائد مكمل العشر بيساوي 10 او بيساوي الاساس. فان مكمل العشر الرقم 123 من اساس العشر، في حاله وجود رقم 10 مكون من عده عناصر مثل الذي يضاف الى هذا الرقم بيعطي الرقم 1000، لده ثلاث ارقام يبقى لازم احول الثلاث ارقام دول لثلاث اصفار ويبقى قبلهم واحد. فلو عندي رقمين يبقوا صفرين وواحد ده 100، عندي ثلاث ارقام يبقى ثلاث اصفار واحد يبقى 1000، عندي اربع ارقام يبقى اربع اصفار واحد يبقى 10000 وهكذا. انا عايز اكمل احط كام على 123 عشان اوصلها ل 1000. عشان اجيب الرقم دوت بشوف الرقم الاولاني السبعه دي اكملها ب 10 ازاي يبقوا 3، الثلاثه اكملها ب 10 ازاي يبقوا 7، يبقى 3 زائد 7 يساوي 10، حط صفر رحل واحد، في واحد مترحل هنا. الرقم الثاني اللي هو خانه العشرات هجيب المكمل التساوي بتاعه 2 اكمل لها 9 ازاي بسبعة، يبقى سبعة، وفي واحد قبل كده من فوق من الريمندر عندي يبقى دي 10. الرقم الثالث الواحد ده اكمل التساوي بتاعه ازاي ب 8، 1 8 9 ومعايا واحد قبل كده يبقى 10. ده الكلام اللي احنا قلنا عليه وهكذا.